معنا عبر الهاتف النائب إبراهيم المصري، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي. يعني بعد التحية سيادة النائب، ما هي أهم التعديلات على مشروع قانون المرور الجديد وتخفيض سن منح الرخص للمركبات الآلية؟ أهلا بيكي، مساء الخير على كل المشاهدين. طبعا النهاردة يعني تم مناقشة والانتهاء من قانون النزول بالسن من 18 ل 16 سنة. وخلينا نكون عمليين، الكلام ده موجود على الطبيعة، لما نتعامل معاه بشكل قانوني هيكون أفيد وأحسن للمجتمع. وبعدين مش احنا بس اللي احنا واخدين بالقانون ده، في دول عربية كتير ودول أوروبية واخدة بهذا القانون، يعني ده مش جديد على العالم. احنا يعني تأخرنا فيه شوية، لكن هو موجود على الطبيعة، وفي بنشوف كل يوم على مدار اليوم ناس سايقه على، لما يبقى تحت طائله القانون هيكون احسن، ويبقى في جزاء موقع عليه او العقوبه اللازمه ليه. نعم، النائب ابراهيم المصري وكيل لجنه الدفاع والامن القومي كنت معنا هاتفيا، شكرا جزيلا.